أخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. العراق، القضاء يفاتح الجانب الأمريكي لاسترداد متهمين بسرقة القرن. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن مفاوضات يجريها القضاء في العراق مع نظيره الأمريكي لاعتقال المتهمين بسرقة القرن. قالت نائبة رئيس اللجنة عالية صيفة إن هيئة النزاهة والقضاء العراقي تحركا نحو الشرطة الدولية الانتربول لغرض اعتقال الأشخاص المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية التي أطلق عليها مسمى صفقة القرن. إحالة إيناس الخالدي إلى محكمة الجنح لمحاكمتها بتهمة المحتوى الهابط. حيث قرر القضاء العراقي إحالة إيناس الخالدي إلى محكمة الجنح لمحاكمتها بتهمة المحتوى الهابط. وقال مصدر قضائي إنه بعد رفعها من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، تمت إحالة الفنانة إيناس الخالدي إلى محكمة الجنح لغرض محاكمتها بتهمة المحتوى الهابط. التسعيرة الجديدة للمولدات لشهر أيلول في محافظة بابل، حيث تقرر أن يكون سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية الخط النهاري 6000 دينار بواقع 6 ساعات تشغيل فعلي، ومن الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 12 ليلا وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، على أن يكون سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية الخط الليلي بسعر 10000 دينار من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 6 صباحا من اليوم التالي. التربية تعلن الشروع بدفع المنح المالية الطلابية. أعلنت وزارة التربية العراقية عن المباشرة بإطلاق المنحة المالية للطلبة ابتداء من العام الدراسي الجديد بطريقة الدفع الإلكترونية. وذكرت الوزارة في بيان أن المديرية العامة للشؤون المالية في وزارة التربية وبالتعاون مع هيئة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باشرت بأولى خطوات إطلاق المنحة الطلابية لتكون بطريقة الدفع الإلكتروني الحديثة بعيدا عن التسليم اليدوي المباشر للحفاظ على دقة وشفافية العمل وفي منأى عن حالات الاستغلال. وبينت أن المبالغ التي ستصرف ستشمل التلاميذ والطلبة من الأسر المدرجة ضمن قانون الرعاية الاجتماعية بواقع 30000 دينار عراقي للتلميذ و50000 دينار للطالبة بعد تحديث قاعدة البيانات بدءا من العام الدراسي الجديد. شؤون العشائر تعلن انخفاض الدقة العشائرية وإطلاق العيارات في المناسبات. كشفت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية عن انخفاض الدقة العشائرية وإطلاق العيارات في المناسبات، فيما بينت أن عقوبة الدقة قد تصل للإعدام. أكدت التحرك لإقرار قانون السلم المجتمعي. فصل عشائري في صلاح الدين يتحول إلى معركة بالكراسي. ما نقبل واحد يسيء بكلم ولا يعلي صوته. ليش ما نقبل؟ لأن احنا بمركزنا